أهلا وسهلا بكم مشاهدين إلى نشرة منتصف الليل، والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة دولة قادت إلى دولة قطر الشقيقة وزيارة رسمية إلى دولة الكويت. توافق وتطابق تام في وجهات المدار بين الجزائر والكويت، وتثمين واستعداد لدعم جهود رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لإنجاح القمة العربية المقبلة بالجزائر. رئيس الجمهورية يؤكد حرص الدولة على ترقية الاستثمار وإشراك أبناء الجالية الوطنية في التنمية الاقتصادية التي تنشدها الجزائر خلال لقائه بممثلين عن أفراد الجالية بدولة الكويت. في الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، نقف في النشر عند مجهودات الدولة ودور الكفاءات من أبناء الوطن في تثمين وترقية أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا مجددا. وفي المستهل عاد مساء أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى أرض الوطن بعد زيارة دولة قادته إلى دولة قطر الشقيقة وزيارة رسمية إلى دولة الكويت. وكان في استقبال السيد الرئيس بمطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلاف. وبعد الاستماع إلى النشيد الوطني، استعرض السيد رئيس الجمهورية تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية. وخلال زيارته الرسمية إلى دولة الكويت الشقيقة، كان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد استقبل بدار اليمامة بالعاصمة الكويت. استقبل من قبل صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر صباح، وقد جرى اللقاء بحضور وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد المالك المبارك الصباح ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح. كما استقبل السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من قبل سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة. مراسم الاستقبال جرت بقصر البيان بالديوان الأميري قبل أن تنطلق المحادثات بين وفدي البلدين، والتي حضرها عن الجانب الكويتي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح خالد الأحمد الصباح وكبار المسؤولين في الدولة الكويتية. هذا وأنهى أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون زيارته الرسمية إلى دولة الكويت الشقيقة والتي دامت يومين.
وكان في توديع السيد الرئيس بمطار الكويت الدولي سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر صباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة وكبار المسؤولين في الدولة الكويتية. وبعد الاستماع للنشيد الوطني للبلدين صافح السيد رئيس الجمهورية كبار المسؤولين في دولة الكويت الشقيقة، كما صافح سمو ولي العهد لدولة الكويت الوفد المرافق للسيد رئيس الجمهورية خلال زيارته للكويت. هذا والتقى أول أمس السيد رئيس الجمهورية في مستهل زيارته إلى دولة الكويت الشقيقة، التقى ممثلين عن أفراد جاليتنا الوطنية بالكويت، حيث استمع مطولا إلى انشغالاتهم، مؤكدا على حرصه الكبير في منح الجالية الوطنية بالخارج كل التسهيلات اللازمة والكفيلة بتمكينهم من المساهمة في بناء الجزائر وإنعاش الاقتصاد الوطني مع المساهمة في التنمية الوطنية من خلال التكيف مع المقاربة الجديدة القائمة على تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية. رئيس الجمهورية أكد على جهود الدولة في ترقية الاستثمار وإشراك أبناء الجالية في التنمية الاقتصادية الوطنية. بالنسبة للاستثمار بالطبع، يعني الاستثمار احنا نشرح قبيله قيمه الاستثمار، عندنا الاستثمار الوطني ولا الاستثمار على الاشقاء ولا الاستثمار على الاجانب كذلك. احنا مرحبا بهم، فيه قوانين لما يجي مثلا جزائري يستثمر في بلده الثاني الكويت
في قوانين لازم يحترمها. احنا هذاك واش طالبين فقط، يعني باش ما تكونش الامور بغموض ولا امور كذا، تكون امور بتعوضه ويربح ويحول الارباح نتاعو والله يسهل عليه، مضمون ومحمي من الدوله الجزائريه. احنا على وشك ربما من على شهر ولا نخرج القانون الجديد نتاع الاستثمار، تكون فيه هذه الملاحظات اللي قلتها ان شاء الله نراعي فيها الاستثمار تاع الشقيق والصديق والخاص والدولي، يعني تاع دولة الكويت ولا تاع الخواص الأشقاء الكويتيين. رئيس الجمهورية أكد أن الجزائر الجديدة هي جزائر بذهنيات وسلوكات جديدة متفتحة على كل المستثمرين من الأشقاء. احنا لما قلت جزائر جديدة مش معناه رئيس جديد ولا وزير جديد ولا تصرفات جديدة. جزائر جديدة يعني جزائر ما هيش معقدة ولا واحد يعقدها، ما هي معقدة لا من الاستثمار ولا من الشقيق يجي يعيش معنا ويجي يخدم ويشتغل ويدي. خلاص احنا الإطارات اللي موجودة اليوم إطارات كلها نزيهة، لا غبار عليها، لا شكوك فيها، ويعملون أجل الوطن والوطن وحده فقط. السيد رئيس الجمهورية دعا الجالية الوطنية بالخارج للمشاركة في الوثبة الاقتصادية التي تعرفها الجزائر. اليوم الحمد لله الآفاق فتحت، أنا ماذا بيا بكم توما والناس اللي معهم في القاعة وفي الجالية تاعنا اللي راها في دول متقدمة يشاركوا. كما أكد السيد رئيس الجمهورية أن المساس بأي دولة من دول الخليج العربي هو مساس بالجزائر. بالنسبة للخليج بصفة عامة، بالنسبة للخليج رانا في دفاع عليهم، اللي يمسهم يمسنا، اللي يمس الكويت ولا اللي يمس قطر ولا اللي يمس السعودية ولا كأنه مسنا احنا، ما نقبلوهاش. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وعقب لقائه الرسمي مع ممثلي الجالية الوطنية المقيمة بالكويت الشقيقة تبادل أطراف الحديث مع عدد من أفراد الجالية، حيث استمع مطولا إلى انشغالاتهم حول العديد من المسائل التي تهم الجالية والوطن الأم. من جهتهم أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالكويت أشادوا بالاهتمام الكبير الذي يوليه السيد الرئيس للجالية بالخارج. بدنا نشكر سيادة الرئيس ومعالي الوزراء في زيارتهم اليوم الكويت، واعطينا الفرصة انه يسمع انشغالات الجالية الجزائرية المتواجدة هون بالكويت، واحنا متفائلين خير ان شاء الله في كل المقترحات وفي هذا اللقاء ان شاء الله. كالعادة الرئيس شفنا أنه كان لقاء صريح شفاف، أعطانا الفرصة أنه حكينا معاه وسألنا أسئلة بكل عفوية، ومرتاحين جدا لهذا اللقاء ونشكره كثير على هذا المبادرة وعادة الزيارة. لقائنا مع رئيس عبد المجيد تبون كان مثمر رائع، أحسسنا بالقرب منه، طرح علينا عدة نقاط في الجزائر وماذا بينا نخدم علشان بلادنا، نحن المغتربين في وطننا الثاني الكويت، وإن شاء الله تكون بداية خير من المغتربين في الكويت. هذا وتوجت زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى دولة الكويت الشقيقة ببيان ختامي مشترك تمت من خلاله الإشادة بالمستوى المتميز الذي حققته علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين في ظل المتابعة والدعم الكبير لقيادتيهما، مع التأكيد على ضرورة إعطاء زخم أكبر للتعاون الثنائي في كافة المجالات. كما تم الاتفاق على حث المتعاملين الاقتصاديين على استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، مع توجيه الحكومتين لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتوفير الدعم اللازم والمناخ الأنسب لنجاح عمليات الاستثمار. وفي مجال المحروقات فقد تم الاتفاق بين الجزائر والكويت على تعزيز الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات. وعلى صعيد الأوضاع الإقليمية والدولية
الدولية، فقد سجل قائدا البلدين توافقا تاما في الرؤى وتطابقا في المواقف حول مجمل القضايا التي تهم البلدين الشقيقين، حيث ثمنت القيادة السياسية لدولة الكويت جهود الرئيس عبد المجيد تبون لإنجاح القمة العربية المقبلة بالجزائر، معربة عن دعمها التام واستعدادها الكامل للمساهمة في هذا المسعى النبيل بهدف التوافق على مخرجات تكون في مستوى تطلعات الشعوب العربية. كما تم تأكيد على مركزية القضية الفلسطينية مع ضرورة إعادة بعث الجهود الرامية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق واسترجاع حقوقه المشروعة. وفي ظل الاهتمام المشترك بين البلدين بقضايا السلم لا سيما في إفريقيا وحرصهما على تعزيز الشراكة العربية الإفريقية، فقد تم الاتفاق على التعاون والتنسيق بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية في مجال دعم مشاريع تنموية في الدول الإفريقية لا سيما في دول الساحل والصحراء. وفي ختام الزيارة عبر الرئيس عبد المجيد تبون عن شكره وتقديره لما لقيه والوفد المرافق له من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، ودعا أخاه صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح للقيام بزيارة إلى الجزائر، وقد رحب صاحب السمو بهذه الدعوة على أن يحدد موعدها لاحقا عبر القنوات الدبلوماسية. في نشاطه البرلماني أشرف أمس رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي على فعاليات اليوم البرلماني حول الإعلام العمومي والبيئة الاتصالية الجديدة الراهن والمستقبل، والذي نظمته المجموعة البرلمانية للأحرار، وحضره وزير الاتصال محمد بوسليماني وأعضاء من الحكومة مسؤولون عن قطاع الإعلام وباحثون من داخل الوطن وخارجه. التفاصيل مع فتحية بالعالية. شدد رئيس المجلس الشعبي الوطني في كلمته الافتتاحية على الدور المنوط بالإعلام الوطني في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تحاول ضرب استقرار البلاد باستخدام جميع الوسائل، وفي مقدمتها التضليل وتشويه الحقائق للمساس بوحدتنا الوطنية. إننا نهيب برجالة الإعلام أن يكونوا في مقدمة المجتمع كما كانوا دوما حتى أيام ثورتنا المباركة، حين تصدت كوكب من الأحرار لصد الحملة الدعائية ضد مجاهدين الميامين، وقد انتصروا بفضل ما تحل به من وطنية وصدق اليقين بالرسالة التي حملوها. وإننا اليوم نواجه نوعا آخر من وسائل التشويه والتغليط، ولكن ثقتنا فيكم وفي كل المخلصين من الرجال والنساء تجعلنا نطمئن أن أبناء الجزائر الأحرار قادرون على كشف كل الدسائس والأباطيل. كما ركز المشاركون من أساتذة جامعيين ونواب خلال مداخلاتهم على دور وسائل الإعلام العمومية في المساهمة في بناء مؤسسات الدولة في ظل التطورات الحاصلة في الحقل الإعلامي من وسائل اتصال رقمية وإلكترونية، لما لهذه الأخيرة من تأثير مباشر على الجمهور المستقبل الذي أصبح اليوم يساهم في صناعة الخبر. قانون الإعلام 2012 فيه إيجابيات كثيرة، فقط في حاجة إلى تتمين، يعني سواء تعلق الأمر بحرية الصحافة اللي هي دائما تذهب إلى إنشاء الصحافة، كيف ننشئ صحافة، وحرية التعبير التي تعبر عن حرية الرأي. كما تضمن اليوم البرلماني مواضيع تتعلق بالإعلام الرقمي واستخداماته في البرلمان والمؤسسات الحكومية، وأخرى بمعايير الجودة في الإعلام العمومي وقدراته التنافسية في ظل البيئة الإعلامية الجديدة وأطر وأبعاد مشروع القناة البرلمانية، ليثري النواب هذه المواضيع بنقاشات ثرية.
في إطار إحياء الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين 1956 وتأميم المحروقات 1971، يقوم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن اليوم مرفوقا بمستشار رئيس الجمهورية عبد الحفيظ علاهم إلى جانب أعضاء من الحكومة بزيارة عمل إلى حاسم سعود بولاية ورقلة، حيث سيشرف على الإطلاق الرسمي لمركز الفصل والضغط أبسايد نوغ لمعالجة النفط والغاز وتفقد عدد من المنشآت الطاقوية. وفي الذكرى نقف عند أبرز المكتسبات التي حققها قطاع الطاقة والمحروقات في الجزائر، خاصة الإجراءات والتدابير المتخذة مؤخرا لترقية وتطوير الاستثمار في المحروقات بهدف الحفاظ على المقدرات الطبيعية التي تزخر بها بلادنا عن آفاق قطاع المحروقات في بلادنا في كنف الجزائر الجديدة، أعدت حورية جرجار هذا التقرير. منذ ذلك القرار التاريخي الذي أعلن بموجبه تأميم المحروقات والثروات المنجمية بالجزائر، عمال المحروقات يواصلون رفع التحدي في مختلف حقول الغاز والبترول لمواكبة التطور التكنولوجي والعمل على رفع الإنتاج تلبية للطلب الداخلي والوفاء بتعهدات عقود البيع للزبائن بالخارج. في حوض الحمراء كاين ناس عايشوا النهار هذا نتاع 71 من 24 فبراير وين الإطارات الأجنبية غادروا المكان وجاوا بلاصتهم إطارات جزائرية اللي رفضوا المشعل من الوقت هذيك حتى اليومين هذا. مجرد ذكر هذه الـ 24 فبراير تعتبر مفخرة وتعتبر شرف لأي عامل أو لأي حتى جزائري إذا شرف لي ذكرها، لأنها كانت تحديات كبيرة وناجحة. الكفاءة الجزائرية في النشاط البترولي والغازي سمحت برفع التحدي داخلياً على مستوى التنقيب والإنتاج والتكرير، كما افتك المهندسون الجزائريون سمعة عالمية لدى الشركات النفطية الأجنبية التي تستعين بخبراتهم على مستوى حقول النفط داخل وخارج الوطن. كي تشوف الشركات الأجنبية وتشوف العمال اللي يتعاملوا معهم هنا في ورشات الحفر أغلبيتهم جزائريين، والله يعني شرف لنا باش نشكي نشوفوا خبرات ولا مهندسين خارجين من الجامعة الجزائرية يخدموا نفس العمل اللي يخدموه الأجانب. فورور الجزائريين ولا سوبرفيزور كي ترافايو سورتو في البصره حسيم سعود ولا رود النص ولا حصير مال لو غاز ايترا، دونك جو بونس كي يروح ايور هذه نتاع الكابون والله نتاع السعوديه ونتاع الامارات سي ريان دي. في الشرق الاوسط مثل يعني السعوديه خدمنا في قطر، يعني قطر خدمنا اوفشور يعني في البحر. نعم في البحر واصعب يعني من المنطقه الصحراويه. نعم وخدمنا يعني في الافريق يعني في افريقيا في الغابون وفي نيجيريا وفي عده يعني بلدان. ان مساهمه قطاع المحروقات في الديناميكيه الاقتصاديه مستمره بالبحث عن مصادر للطاقة جديدة ومتجددة. تم أمس بالمجلس الشعبي الوطني تنصيب اللجنة البرلمانية المشتركة الجزائر البرلمان الأوروبي، هدفها تعزيز التعاون ومعالجة القضايا المتعلقة بالاقتصاد والتبادل التجاري بين الطرفين. وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية أن اللجنة البرلمانية المشتركة تكتسي أهمية بالغة نظرا لأهمية الشريك الأوروبي بالنسبة للجزائر، وكذا أهمية الجزائر كأول شريك اقتصادي في منطقة المغرب العربي.
نظمت قيادة الدرك الوطني أمس الملتقى الوطني الأول حول الأشكال المتعددة للجريمة الاقتصادية والمالية وسبل مواجهتها على مستوى النادي الوطني للجيش بابن مسوس، وهذا بحضور إطارات من وزارة الدفاع الوطني وممثلي هيئات ومؤسسات عمومية، بالإضافة إلى أساتذة وخبراء في المجال. هذا الملتقى الذي سيدوم يومين والذي أشرف على افتتاحه العميد رئيس أركان الدرك الوطني يكتسي أهمية بالغة، كون الجريمة الاقتصادية والمالية خاصة العابرة للحدود وتلك المستحدثة من أكثر التحديات التي يواجهها المجتمع والدولة، وامتداد تداعياتها إلى جوانب مختلفة وقطاعات عدة. يهدف الملتقى إلى الوقوف على واقع الجريمة الاقتصادية في بلادنا من زوايا مختلفة والتعرف على طرق وأساليب المكافحة والتصدي لهذه الجريمة، مع إبراز جهود الأطراف الفاعلة في هذا الميدان وإيجاد آليات فعالة للحد من تداعيات الجريمة الاقتصادية والمالية. إن التصدي الفعال لهذا النمط الإجرامي يبدأ بدراسته من زوايا مختلفة وتوحيد جهود الأطراف الفاعلة في هذا المجال، وهو ما سعت قيادة الدرك الوطني إلى تحقيقه من خلال تنظيم هذا الملتقى الذي يجمع أكاديميين ومهنيين من أجل تحقيق تكامل في أداء المهام حسب اختصاص كل هيئة ومؤسسة، وكذا السعي لوضع أسس متينة لرؤية وطنية جامعة تراعي أولوية الأمن المجتمعي والاقتصادي للجزائر. في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 فبراير الحالي العديد من العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني. المزيد مع توفيق عجالي. في إطار عمليات مكافحة الإرهاب، تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم 19 فبراير إطراء عملية بحث وتمشيط قرب بلدية بني زيد بولاية سكيكدا من القضاء على 7 إرهابيين واسترجاع 6 مسدسات رشاش من نوع كلاشينكوف وبندقية صيد قناصة وكميات معتبرة من الذخيرة، وكذا تدمير 3 قنابل تقليدية الصنع ومخابئ للجماعات الإرهابية تحتوي على أدوات ومواد غذائية وألبسة وأغراض. كما أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني. وفي إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة للتصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن بإقليم الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة 8 تجار مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات على الحدود مع المغرب تقدر ب11 قنطاراً و91 كيلوغراماً من الكيف المعالج، في حين تم توقيف 20 تاجر مخدرات آخرين وضبط 508,558 قرصاً مهلوساً تم ضبطهما خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى. من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تم الرأس وبرج باجي مختار وعين قزام وجنات وتندوف 211 شخصاً وضبطت 29 مركبة و240 مولداً كهربائياً و161 مطرقة ضغط و10 أجهزة للكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عملية التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى 58 طناً فاصل 5 من خليط خام الذهب والحجارة، في حين تم توقيف 14 شخصاً آخر وحجز 10 بنادق صيد و72 قنطاراً من مادة التبغ بكل من باتنا وبالسكرة والتقرد والمسيلة والنعامة.
كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر ب 25,858 لترا بكل من تبسة والطارف وسوق هراس. في سياق آخر، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 38 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 266 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة بكل من إليزي وتلمسان وبشار. دوليا وفي الشان الصحراوي، نظمت بمخيمات اللاجئين الصحراويين الندوة الدولية العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي، نشطتها كوكبة من النساء الناشطات والحقوقيات القادمات من عدة دول عربية على غرار الجزائر، ليبيا، تونس والعراق، للتعبير عن التضامن المطلق مع عدالة القضية الصحراوية. عمار توقين والتفاصيل. الدبلوماسية الصحراوية والعالم العربي، القضية الصحراوية ومعالجتها في الإعلام العربي هي عناوين مختلفة لليوم الأول من الندوة الدولية العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي، والتي عرفت مشاركة مميزة من عديد الدول العربية والتي تحتضنها مخيمات اللاجئين الصحراويين. هذه المشاركة يعني مهمة جدا لدعم قضية الشعب الصحراوي التي نحن مؤمنين أنها قضية حق، وهي من أبسط حقوق الإنسان في أن يقرر مصيره. وبالتأكيد الوقوف إلى جانب الشعب الصحراوي يعني الوقوف إلى جانب كل حركات التحرر في كل العالم. ندعو إلى وحدة العالم العربي، الشعوب العربية، ولكن نحن مقتنعين بأن هذه الوحدة يجب أن تحترم حقوق الشعوب. الشعب الصحراوي يطالب بتقرير مصيره، علينا أن نحترم ذلك. نحن حضرنا لهذه الندوة العربية من أجل التأكيد لهذا النظام بأن الشعب الصحراوي والأراضي الصحراوية هي أراضي محتلة. يجب علينا أن نقدم آليات وتوجيهات من أجل يعني تدوين القضية في الدول العربية. الندوة هي فرصة لإثراء حلقات النقاش حول عدالة القضية الصحراوية ونافذة للتعريف بواقع نضال الشعب الصحراوي في آخر مستعمرة بإفريقيا. وفي جديد الأزمة الأوكرانية، قامت الولايات المتحدة بإرسال كتيبة من 800 جندي أمريكي إلى منطقة البلطيق، فيما أكد الكريملين أن موسكو ستظل متفتحة على الاتصالات الدبلوماسية وأنها لا ترغب في قطع علاقاتها مع أوكرانيا. هذا وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الأمم المتحدة تتعهد بالعمل على إيجاد حل سلمية للأزمة الأوكرانية. وفي تبعات الأزمة الأوكرانية على أسواق النفط العالمية، توقع بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش أن سعر خام القياس العالمي مزيج البرنت قد يرتفع ما بين 5 دولارات إلى 20 دولارا توازيا وشدة الأزمة بين روسيا وأوكرانيا. هذا وقد سجلت أسعار النفط خلال الساعات الأخيرة أعلى مستوى لها منذ 2014 مع وصول العقود الآجلة لخام البرنت إلى 99 دولارا فاصل 50 سنتا للبرميل. والختام بعبق القصبة في يومها الوطني، فالقصبة ليست مجرد ديار عتيقة بل موطن للذاكرة، الهوية والإنسان. في القصبة تستوقفنا تفاصيل يوميات أهلها ومكونات معمارها وحكايا من تراثها، يسرد علينا جانبا منها هشام سعدودي. لكل مدينة أبوابها، وللقصبة أبوابها السبع، من أي باب شئت دخلتها، باب جديد أو باب سيدي رمضان أو باب عزون أو باب الواد أو باب الزيرة أو باب البحر أو باب السبوعة. وعندما ترج المدينة، مدينة بني مسغنة أو المحروسة، مدينة سيدي عبد الرحمن، تستقبلك أبواب مئات المنازل والقصور والجوامع والدويرات. هنا يعتبر باب المدخل العلامة المميزة لأي منزل، ونقطة لشرح العنوان للضيوف والزوار والمارين عبر الزقاق، المارين عبر التاريخ والكلمات.
أو هو شرح لكتاب لا لعنوان. الباب مصمم بطريقة مميزة وغير تقليدية، باب من الخشب له ذاكرة، عصي على الزمن، ثقيل وجميل، يضفي سحرا خاصا على المكان، بتصميم أندلسي غرناطي مميز ذو تفاصيل كثيرة، مطرز بالنحاس والحديد، بني اللون، داكن ومعبق، له رائحة. مطرق الباب بأشكاله المختلفة وأشهرها يد فاطمة وأخواتها. المطرق هو الآخر، له حكايات كثيرة شكلا ومضمونا وعددا. فالمطارق ثلاث، للرجل والمرأة والطفل، ومن طريقة الطرق يعرف الزائر. هذا المطرق يسميه ناس المكان النح، واشتهر كثيرا في الخيال الشعبي للجزائريين عبر مقولة أضرب النح. هذه المدينة المليئة بالأسرار الممتدة من ميناء بحري قرطاجي وبربري وروماني إلى قمة جبل به حصن عسكري، بنيت منذ أكثر من 2000 سنة على الأطلال الرومانية إيكوزيوم بنمط عمراني عثماني. بنيت من طرف بلوغين بن زيري بن مناد الصنهاجي. هذه المدينة تختزن الكثير من تاريخ وتراث الجزائر. وبعبق القصبة وتفاصيلها نطوي أوراق النشرة، نلقاكم في مواعيد لاحقة بحول الله، في أمان الله.